امرأة أغمضت عينيها في الصلاة، فلما سجد الإمام سجدة التلاوة ركعت هي، فلما قام الإمام ظنت هي أنها فاتتها ركعة فأتت بها وأدركت الإمام وهو قائم، ثم سجدت سجود بعدي، فهل هذا صحيح؟ ركوع هذا زايد وهو ما متعمد، تظن أنه ركع وهو سجد، فلما تنبهت وعرفت أنه ما هو بركوع عليها أنها تتابع الإمام، عليها أنها تتابع الإمام وتركع معه وتسجد معه وتكمل صلاتها معه. وأما أنها ركعت محل سجود التلاوة هذا لا يضرها. نعم.